يقدم لكم هذا البرنامج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أخي الصانع، صحتك أغلى ما عندك، لذا سجل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وانخرط في لامو باش تحمي راسك وعائلتك. صناعية والحريفية كلامنا معاكم، حيث في كل يوم كتعطيونا منتوجات ما كتقدرش بثمن، مخدومة بيد المعلم ولا المعلمة، ومتقونة بإبداع حريفي ولا حريفية. وحيت الحفاظ على الصنعة والحرفة ما يمكن يكون إلا بالحفاظ على صحة مواليها، أجي ونتعرفوا جميع على الخطوات الأساسية والضرورية لحمايتكم الاجتماعية. ولهذا الغرض حاضر معنا السيد فنجر عادل، المدير الجهوي لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بجهة الرباط سهل القنيطرة. مرحبا بك سيد عادل. بارك الله فيك، شكرا لك ولكل مستمعات ومستمعي قناة ميد راديو. بداية سيد عادل، كنعرفوا باللي احنا اليوم امام مشروع كبير اللي الغرض منه توفير تغطية صحية لكافة الشرائح الاجتماعية، وبالاخص اليوم كنتكلموا على خوتنا الصنايعية والصنايعيات الحرفيين والحرفيات بطبيعة الحال، ومنها كنبغي نطرح تساؤل فيما يخص بطبيعة الحال المديرية الجهوية، شنو هي الاجراءات او شنو هي التسهيلات اللي وجدتوا باش الحرفيين والحرفيات ينخرطوا في هذا المشروع الكبير؟ شكرا لالا. كما كتعرفوا في اطار القانون رقم 517 جابت بالسجل الوطني للصناعه التقليديه. هذا السجل الوطني جا باش يمكننا نسجلوا جميع الصناع ديالنا والفاعلين في القطاع، وعبر هذا السجل هذا كيمكن ان الصناع ديالنا يستافد منهم الورث الملكي السامي. هنايا المديريه الجهويه ديال جهه الرباط سهل القنيطرة وعلى غيرها جميع المديريات وضعت لنا اشاره الصناع، واحد البوابه اللي هي www.rna.gov.ma اللي كتخول لهم يتسجلوا فيها، وهذا التسجيل هذا كيخليهم فيما بعد انهم يستافدوا من التغطيه الصحيه للمرض. نعم، ومنها سي عادل شنو هي الاجراءات دابا اللي حطيتو قدام صنيعيه والحرفيه؟ كنعرفوا بانه التساؤل كيبقى دائما على شحال غيخصهم يكوتيزي، واش غيقدروا على هذه الامكانيه ولا ما غيقدروش، يعني كيفاش كتوضحوا المسائل الحرفيين وكيفاش غتعاونوهم على انهم ينخرطوا في هذا المشروع الكبير بطبيعه الحال باش يحميوا الصحه ديالهم والصحه ديال الناس اللي قرب منهم؟ اول حاجه لله هي التسجيل. هذه العمليه ديال التسجيل انها تم التبسيط ديالها اللي كتخول جميع الصناع في اي وقت كان انهم يتسجلوا، وكنظن هذه العمليه ديال التسجيل الحمد لله غدا بواحد السهوله دابا، لان كيف ما كنقولوا ان الصانع التقليدي ليس في حاجه انه يجي الاداره، ان عبر البوابه كيمكن له يتسجل. عندنا اطور ديالنا كتواكبهم في حاله صعوبه ديال التسجيل باش يمكن لينا نسجلوا اكبر عدد، نعرفوهم شكون هما. حتى داك التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيدوز عبر واحد الوثيقه اللي حنا اللي كنتكلفوا بالارسال ديالها للصندوق باش كيكون التسجيل ديالهم بسهوله. اذا كيفاش غادي تتم العمليه سيد عادل؟ العمليه بعدا هي كتستهدف خمسه ديال الفئات من الفاعلين بالقطاع. كتستهدف الصانع صاحب دبلوم، كتستهدف الصانع ذو خبره اللي عنده الخبره ديالو كتجاوز 3 سنوات، الصانع المعلم اللي الخبره ديالو كتجاوز 10 سنوات، والتعاونيات ومقاولات الصناعه التقليديه. هذه هي الفئه المستهدفه. تسجيل بسيط جدا، انه كيخص الانسان يدخل البوابه اللي عطاتك في الاول، كيخلق الفضاء ديال الحساب ديالو، كيتوصل بواحد الرمز في الهاتف ديالو باش كنضمنوا الحمايه ديال المعطيات الشخصيه، كيتسجل، كيدخل المعلومات ديالو، كيتوصل بالشهادة التسجيل ديالو، كيمكن يحملها في الهاتف ديالو، ما كاينش كاع زعما حاجه انه يجي الاداره باش ياخذها، دونك سهوله لاقصى درجه باش كيمكن له يتسهل على السجل. نعم، اذا هنا غادي نطرح سؤال، وقتاش غيمكن انه يستافد وكيفاش ممكن انه يستافد؟ لانه من بعد عمليه التسجيل واش اوتوماتيكمون كيبدا من حقه انه يستافد من التغطيه الصحيه هو والعائله ديالو بطبيعه الحال، ام كاين اجراءات اخرى اللي غيخصو يديرها عاد باش يمكن الى مشى للمستشفى او الى مشى للمصحه يقدر يستافد من التغطيه الصحيه؟ هو لالا الشهر اللي كيجي من بعد التسجيل ديالو كيبدا يستافد مباشرة، الشهر الموالي للتسجيل ديالو. حنا بالنسبة للتسجيل في لاسانيساس، حنا في إطار تبادل المعلومات بيننا وبين لاسانيساس،
جميع الناس اللي تسجلوا عندنا كيمشي الاسماء ديالهم بالمعلومات ديالهم لا سنساس ولا سنساس كيتصلوا بهم باش كيكملوا الاجراءات ديالهم كيف ما كنقولوا سي اون بري ماتريكولاسيون اللي كنديروا حنا ومنين كيجيوهم داك الرمز ديالهم في الهاتف النقال ديالهم كيكملوا الاجراءات ديالهم والاستفاده كتكون شهر من بعد التسجيل ديالهم. سيد عادل شكرا جزيلا لك. مرحبا لالا، مرحبا في كل وقت، وحنا رانا اشاره لالا. بارك الله فيك. كان معنا السيد فنجر عادل، هو المدير الجهوي لوزاره الصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي بجهه الرباط سلا القنيطر. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اخي الصانع، صحتك أغلى ما عندك، لذا سجل في السجل الوطني للصناعة التقليدية وانخرط في لامو باش تحمي راسك وعائلتك.